بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة، النهاردة موعدنا الأسبوعي، معايا أنا مسيو أمجد عاطف ومستر محمد لاشي. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة هاو تو سي إت أو باللغة الفرنسية كومون لو دير. في فيديو النهاردة هنعرف هاو تو أسك أباوت بيرسونال إنفورميشن أو السؤال عن المعلومات الشخصية. لو أنت بتتعرف على شخص وبتقابله لأول مرة فأنت هتحتاج تسأله بعض الأسئلة، زي مثلا اسمك إيه أو ما اسمك. في عندنا في الانجليش عشان اسال واحد عن اسمه فانا بسال واتس يور نيم وبرد عليه واقول له ماي نيمز فلان، زي برضه بالنسبه في اللغه الفرنسيه او باللغه الفرنسيه يا جماعه فبقول كومون تي تابيل. كومون تي تابيل اللي هو ما اسمك، فبرد عليه واقول جومابيل، وليكن مثلا جومابيل احمد. لو انا هساله عن عمره فانا بقول له هاو اولد ار يو وبرد واقول له اي ام، بقول السن على طول مطبوعه بكلمه ييرز اولد، وممكن استخدم العمر فقط بدون كلمه ييرز اولد، يعني ممكن اقول له I am 20 years old أو I am 20. بالنسبة للغة الفرنسية يا جماعة فبقول كلاجاكي. كلاجاكي معناها كم عمرك أو أنت عمرك قد إيه، وبجاوب بقول كلمة جي اللي هو أنا عندي زائد الرقم زائد كلمة أون وهو تمييز الرقم، زي ما أقول مثلا جي كانزون اللي هو أنا عندي 15 سنة. لو أنا عايز أسأل عن بلده فأنا بستخدم كلمة وير بمعنى أين، والسؤال بيكون Where are you from؟ والرد عليها بيكون I am from، وأقول البلد اللي هو منها. أما باللغة الفرنسية فهي كلي تومبي. كلي تومبي معناها ما هي بلدك أو ما هي البلد اللي أنت عايش فيها، ويرد عليها يقول لي مون بي إيه، مثلا لا فرانس اللي هي فرنسا. لو أنا عايز أسأل عن الجنسية فأنا بقول What's your nationality؟ ومعناها ما هي جنسيتك؟ وهو يرد عليا ويقول لي I am ويقول جنسيته. يعني لو هو مثلا فرنساوي زي مسيو أمجد فبيقول فبيقول I am French. اما بالنسبه للغه الفرنسيه يا جماعه فهي كلي تا ناسيوناليتي اللي ما هي جنسيتك، برد عليها يقول لي جي سوي، لو هو ولد يقول لي ايجيبسيا، ولو هي بنت تقول لي ايجيبسيان اللي هو انا اكون مصري او انا اكون مصريه او اي جنسيه اخرى. وبكده يا جماعه يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، بس قبل نختم الفيديو عندنا فقره كويسه جدا اقترحناها انا ومستر محمد لاشين، ان احنا نعمل سؤال لاحبابنا واخواتنا اللي بيتفرجوا علينا، وان شاء الله اللي هيجاوب على السؤال ده صح له جائزه كبيره مني انا شخصيا ومستر محمد لاشين، هيجيب الهديه مفيش مشكله خالص. طيب السؤال هيكون عباره عن زي فزوره كده، هنقول السؤال وحضراتكم هتبداوا تجاوبوا في التعليقات، وبعد كده هنختار فائز او فائزه بالجائزه من خلال التعليقات. طبعا اكتر التعليق، وبالمناسبه الجائزه مش هتكون حاجه كبيره، لا حاجه كبيره ان شاء الله، يعني عربيات وموتوسيكلات كده، لا 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 حاجه كبيره ان شاء الله. طيب اتفضل. بس السؤال بيقول what has to be broken before it can be used. Again the question, what has to be broken before it can be used. السؤال باللغه الفرنسيه يا جماعه que faut-il casser avant de pouvoir l'utiliser. سؤال مره اخرى que faut-il casser avant de pouvoir l'utiliser. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا وتمنياتي بالاستفاده للجميع. Thanks for your time and goodbye. Au revoir à tous.